24 862 وال 21 755 وال 18 647 ده كل ده صافي بدون دمغة وضريبة ومصنعية. الجنيه الذهب عامل 620، كان في انتفاع في الاول وبعدين في كورونا الناس دلوقتي بتخاف تنزل تشتري ذهب عشان السوق والزحمه وكده. والله ده السوق العالميه عرض وطلب وسندات بتتباع بره واسهم بتتباع بره بيأثر على سعر الذهب. يعني في تفاوت في السوق، بيبقى الذهب ساعات بيعمل دروب 3 جنيه فوق 3 جنيه تحت كده. عرسان الجداد ان هم يلحقوا ينزلوا يشتروا ذهب في ظل انخفاض الذهب حاليا، ملهاش دعوه بعدم وجود افراح. هو الشبكه دي حاجه اساسيه من العرف بتاع المصريين، الشبكه اساسي لازم دبل على الاقل ومحبس. يعني في حدود 5000 جنيه عايز دبله ومحبس مثلا او دبله وخاتم. بنقلد الاستيرادات الخارجيه، في بعض الشركات بتقلد الاستيرادات الخارجيه، الهندي والبحريني والحاجات دي بتتقلد في الكوليات وفي الاساور وفي الحاجات دي وفي الخواتم كمان والحلقان.